السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد. لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعة مباركة. بسم الله. اليوم جبت لكم التحلية والأرواح. إليكم المقادير. نبدأ على بركة الله. هنا عندي 3 مغارف سكر و 3 مغارف نشا هي المايزينا، وهنا عندي 2 كيسان حليب، وهنا عندي كاس حليب واحدة، ملعقة كاكاو، وهنا عندي علبة دانيت شوكولا وقريصة تاع الملح. نبدأ على بركة الله. بسم الله. هنا في كاسرونة نحطو 3 مغارف سكر، نخلوهم يتكرملو، نديرو نحطوهم على النار ونخلوهم حتى يتكرملو. وهنايا في هاد الكاسرونه نحطو 2 كيسان حليب، نخلوهم شويه يتفاو، وهنايا نحلو المايزينا تاعنا. نديرو هنايا 3 مغارف مايزينا، نحلو فيها، نديرو هاد الكاس تاع الحليب، نخلطو، نحلو هاد النشا، هادوك 2 كيسان درتهم يتفاو شوية، والكراميل راه يذوب، داك السكر خليته يتكرمل، وهناني حاطة كاس حليب، وثلث مغارف نشا، خليهم على شي، ها راه السكر تاعي داب ولا كراميل، نفرغو فيه هاد الحليب. هادو 2 كيسان تاع الحليب نعاود نرجعها على النار، غير بلا ما دابت شويه هذيك السكر، غير بلا ما داب السكر نرجعها على النار، راه داب السكر. نحطو هذا الكاس تاع الحليب هو مع النشا، نحطوه هنا، نخلط ونعاود نرجعها على النار حتى تختار تولي ثقيله، نعاود نرجعها على النار، وهنايا جبت لي فيغي تاوعي اللي عندها كؤوس ولا لي كل واحد وشاف فهيدي. هنايا عندي هاد المادلين بالذوق الليمون، ولا ديروا بيسكوي ولا هذاك موغوتي تاع الاطفال. انا كان عندي هاد المادلين نفته هنايا نديره من تحت، هاد التحليه ولا اسهل، ديروها هاني درت ديرها هنا هاي، الكريمة تاعي راهي تقالت، نزيدو لها رشة ملح، هاي رشة صغيرة تاع ملح، ونخلطو، وندير هنايا الكريمة تاعي بالملعقة باه الكاطو تاعي ما يطلعش.
وهنايا نوجدوا الطبقه الثانيه. وهنايا عندنا نص كاس ماء، ملعقه صغيره تاع نشا، ثلاث مغارف سكر، وهنايا نديرو مغرف كبيره تاع كاكاو، بودره الكاكاو، نخلطو مليح ونديروها على النار حتى تعقد لنا هذا الخليط، يولي لنا طحين. نحركو مليح، نحطها على النار، الطبقة الثانية راهي قاعدة الثاني. نحط لها من مساج هذيك قريصة الملح، ونزيد لها هذيك العلبة دانات، دانات شوكولا. نزيد لها هذه العلبة، جربوا هذه التحلية تجي بنينة، تجي تدوق الشوكولا مع دوق الكراميل بيجين شوكولا غير بالكاكاو والفلون تاع الشوكولا، كريم ديسير هذه تاع الشوكولا دانيت، يجي بنين ولا أروع. نديرو الطبقة الثانية، خلوها تبرد، من تبرد نرجع لكم. التحلية تاعي راهي بردت، والتزيين اختيار ليكم. انا درت لها شوية كاوكاو، ولا عندكم شوكولا ديروا لي بيبيت شوكولا، ولا ربي حابة شوكولا وديري زوقي بها. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، والى الملتقى في وصفة اخرى ان شاء الله.